معي مراسلنا نبيل عزامي. نبيل مرحبا بك. نبيل كنت هنا، كيف تمت العملية؟ ماذا سجل فيها؟ نعم علي، طبعا الساعة 10:30 صباح هذا اليوم انطلقت المحاكاة لآلية الاقتراع داخل 72 محطة في محافظة الأنبار، وهذه المحطة تنتشر على جميع الأقضية وموزعة بشكل متساوي. أيضا هناك محطة مركزية للتصويت الخاص في مركز محافظة الأنبار. طبعا من المشاهدات التي وثقناها هذا اليوم هو سهولة التصويت، وكذلك حاولنا إدخال استمارة يعني عينية غير صحيحة إلى صندوق الاقتراع، لكن الجهاز رفض هذه الاستمارة، وبالتالي هو مؤشر يعطي إلى أن عملية الاقتراع تجري بصورة صحيحة، وأن رفض الأجهزة لهذه الاستمارات الغير صحيحة أيضا يجري بشكل تام وبصورة جيدة. سألنا عدد من الموظفين الموجودين هل أن الزخم الذي سيحصل خلال الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات لا يؤثر على هذه الأجهزة؟ قالت المفوضية أنها اتخذت جميع الإجراءات والتدابير من أجل أن تجري العملية الانتخابية بشكل صحيح وسليم، حتى أن البرامج السوفتوير الموجودة في هذه الأجهزة شاهدناها وقد كتب عليها انتخابات مجالس المحافظات غير المنضوية تحت الإقليم. طبعا هذه المحاكاة انتهت الساعة 12:00 ظهرا وتمت بنجاح، وكانت خاصة لموظفي المفوضية العليا للانتخابات. نعم، عملية المحاكاة تمت بنجاح، لم تسجل أي ملاحظات، هل بالفعل كان هذا شكل الأمر؟ يعني فنيا كان هذا الأمر يعني كما شاهدنا جيد ونجاح 100%، حتى أن عدد من المواطنين ارتأوا أن يحضروا هذه المحاكاة داخل عدد من المحطات في مدينة الرمادي ومدينة الفلوجة كذلك، لذلك كانت هذه العملية ناجحة كما شاهدناها بأنفسنا، ونتمنى أن يكون هذا النجاح ويستمر كذلك في فترة أو في يوم الانتخابات المقبل. نعم، مراسلنا نبيل عزامي من الأنبار شكرا لك. أيضا معي الآن من صلاح الدين محمد قادر مراسلنا هناك. محمد مرحبا بك. محمد، كيف تمت العملية هناك في صلاح الدين؟ نعم علي، مساء الخير عليك. يعني أجري صباح اليوم في محافظة صلاح الدين وتحديدا في مركز انتخابات صلاح الدين عملية المحاكاة الثانية، وهي البروفة القبل الأخيرة لانتخابات مجالس المحافظات ومجلس محافظة صلاح الدين تحديدا. يعني فنيا اليوم الأجهزة كانت تعمل بشكل يعني إيجابي وصحيح، لكن هناك تخوف يعني، وأيضا سألنا الفنيين الموظفين الموجودين على الأجهزة هل هناك يعني مخاوف من توقف الأجهزة خلال الانتخابات القادمة مثل ما حصل في انتخابات البرلمانية لعام 2018 من توقف بعض الأجهزة أثناء الفترة المسائية من الانتخابات الماضية. طمنوا الجميع بأنه الأجهزة يعني هذه يعني تسير بشكل محمد إذا إيجابي، وأيضا نبيل أيضا أجهزة أخرى إضافية في حالة حدوث إشكالية. نعم محمد، نبيل خلال الانتخابات المقبلة كنت سألت نبيل عن كيف تمت المحاكاة في الأنبار وإذا كانت سجلت مشكلة أو لا، قال حتى اللحظة لا. ماذا عن صلاح الدين، هل سجلت ملاحظة معينة أو مشكلة معينة؟ نعم علي، يعني المشكلة كانت بسيطة في بعض الأجهزة، هناك يعني يعني حصل بعض يعني شو نقدر نقول انه قفل بعض الأجهزة، أجهزة الاقتراع، وبعد ساعة من الآن أعيد تشغيل هذا الجهاز عبر الإرسال للشركة الرئيسية من خلال باسورد أو باركورد خاص، أعيد تشغيل هذه الأجهزة. لكن هي بالمحصلة هي بروفة أولية قبيل الانتخابات، هناك بروفات يعني قادمة خلال الأسابيع الأخرى يعني ستجري أيضا في محافظة صلاح الدين، وستوزع هذه الأجهزة على 38 مركز وأيضا مركز آخر في مركز المفوضية. يعني المحصلة الأخيرة هي 39، لكن هناك معلومة وصلتنا عن أيضا مراكز الانتخابية بأنه 1700 كاميرا
مراقبة ستوضع داخل مراكز الاقتراع وتحديدا داخل المحطات لمراقبة عملية إرسال المعلومات داخل هذه المحطات. يعني محمد قادر مراسلنا من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكر موصول لنبيل عزامي من الأنبار.